خليني اختم الحته الجزء ده بسؤال علامه استفهام قلتها في بدايه الحلقه، خليني اسمع رايكم فيها. منتخب مصر الاول هو اكتر منتخب توج بلقب امم افريقيا، واكتر منتخب وصل عدد مرات وصول للمباراه النهائيه، ده منتخبات. منتخب مصر الاولمبي هو اكتر منتخب تاهل لدورات الالعاب الاولمبيه 12 مره، اقرب حد ليه المغرب ونيجيريا سبع مرات، يعني تقريبا 50 او 55% من نسبه المشاركه. ده منتخبات، انديه اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين، مش عارف لو كنت ناسي حد تاني، حد خد كونفدراليه او حاجه متهيأليش، بس عندك اربع انديه توجوا بالقاب افريقيه، والاهلي طبعا في صداره المشهد على مستوى القاره الافريقيه، ما فيش حد ممكن تقرب بس ارقامهم من النادي الاهلي. حاله التفوق دي مش قادر اترجمها او مش قادر اربطها بفكره عدم قدرتنا مثلا على بس مجرد التاهل لكاس العالم بشكل طبيعي زي كل المنتخبات، عدم قدرتنا على تحقيق ميداليه اولمبيه على مستوى المنتخبات الاولمبيه. في تفوق شديد جدا في ناحيه وفي اخفاق شديد جدا في ناحيه 180 درجة، عندكم تفسير لده؟ يعني أنا هاخد من كلام حضرتك هربط الجزئيتين اللي حضرتك ختمت بيهم ببعض، لأن هم متعلقين ببعض بصورة كبيرة جدا. إحنا اتكلمنا واتفقنا إن في هيمنة كبيرة جدا من الأندية المصرية على البطولات الأفريقية داخل القارة، وفي نفس الوقت ما عندناش عدد محترفين كبير بنقدر نصدره من داخل قارتنا أو من داخل مصر للخارج. انت عدد المحترفين حتى الان، احنا كنا استعرضنا قبل كده في حلقات سابقه ان عدد المحترفين المصريين مقارنه بدول كبيره زي اللي بتوصل لنهائيات كاس العالم او بتوصل حتى زي غانا ونيجيريا وكل المنتخبات اللي عملت وسابت بصمات كبيره جدا في مشاركاتها في كاس العالم، لا احنا بعاد في الحته دي، واحنا منتهى املنا دايما مع المنتخب الاول ان احنا نصعد وفقط نخرج من دور المجموعات زي كل مشاركه. الموضوع اللي علاقه ببعض، ان انت هنا في مصر او الانديه في مصر عامه بتفضل الاحتفاظ بنجومها للمنافس للفوز والظفر بالالقاب داخل القاره، على عكس الدول الثانيه. ما هو ما عندوش مشكله ان هو يفرط في كل نجومه او في الانديه تبيع لاعبتها لاوروبا وهم صغيرين بارقام مش كبيره. انت كنت لسه بتتكلم في موضوع الارقام وقلت ان الاسعار هنا في مصر مختلفه، فكل دي عوامل مساعده بتساعد الدول الثانيه على اخراج لاعبيها للاحتراف. ويمكن احنا كنا شفنا بعد الاولمبياد بتاع 2012 احنا كان عندنا لاعبين كتير احترفوا، كان احمد حجازي وكان خرج من عندنا لعيبه كتير قوي، محمد صلاح ومحمد النني محمود عزت مروان محسن، كان عندنا مجموعه لاعبين كبار جدا قدروا ان هم ده تقريبا الجيل الوحيد اللي سمح ليه بالاحتراف بالعدد دوت بعد اولمبياد 2012، ونامل ان هو يتكرر مع الجيل الحالي. وانا شايف ان الجيل الحالي ما فيش حد مؤثر مع نادي قوي داخل مصر بالصوره اللي النادي بتاعه ممكن يتمسك بيها، بصرف النظر ممكن ابراهيم عادل شويه وبيراميدز اعتقد انه عنده البدائل، فانا اتمنى اتاحه الفرصه. ولكن الدول الثانيه ما عندهاش نفس الكلام، لا بتسمح بالاحتراف، فبتيجي تصطدم بتلاقي نفسك انت. عشان كده احنا كنا بنقول على حسن شحاته، كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه طبعا، ان هو كان بيعمل معجزه ليه في 2006 و2008 و2010، لانه كان بيواجه نجوم العالم وقتها، كان ديدو ركبه ومنتخب كوت ديفوار مدجج بالنجوم، ومع ذلك كان بيستطيع الرجل ان هو يفوز ويفوز بالالقاب. ده ما حصلش مع غيره. أيوة. ومن وقتها من بعد 2010 الكلام ده ما حصلش، يمكن الا هم في 2017 وصلنا فاينل. انما التفوق دوت نابع من ان انت ما عندكش عناصر محترفه بتلعب في اوروبا. الاحتراف ده الفرق بين ده اللي عامل الجاب في المعادله اللي حضرتك اتكلمت عليها. متفق مع بلال ولا اتفق مع بلال؟ اتفق مع بلال في جزء الاحتراف، بس في جزء تاني ان احنا دلوقتي لما جيت احمد سالتني قلت لي مين اللي شايفه ممكن تحترف، اخترت لك اثنين لعيبه من قوام تقريبا 24 او 25 لعيب. ودي مشكله كبيره جدا، بقى عندنا مشكله في الكواليتي. عندنا مشكله كبيره جدا في الكواليتي، الكواليتي بتاع اللعيب ما بقاش موجود، لعيبه كتير مميزه الكواليتي بتاعتها ما بقتش كتيره جدا، ببص بنطلع اتنين لعيبه من 25 لعيب. فالكواليتي بتاع اللعيب دلوقتي اعتقد بقى مهم جدا، بتيجي تخرج بره زي ما بلال بيقول بقت بتصطدم بلعيبه ثانيه خلاص عندها فرصه كبيره فنيه محترفه من بدري جدا، عندها كواليتي اعلى منك، عندها عقليه كمان اقوى منك. انت دلوقتي اللعيب بيخرج بره يبقى عايز يرجع، لكن انت دلوقتي لا، عندنا في مصر بقى الموضوع صعب شويه. صحيح. فاعتقد ان الاحتراف والعقليه مهمين جدا يعني.